لمن خنجر اللقاية الجعدان المفتوح. كان نجران وأدهم على موعد مع منافسة مثيرة لينتزع أدهم لطيار الوثبة السيد حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري هذا الرمز الغالي. الأغرب للتتويج، يا سلام، الحذر غادم، أدهم على المقدمة، أدهم على المقدمة، السلام إلى دولة الإمارات، هل الوذبة ولا هل جميرة؟ أدهم أدهم أدهم، الخنجر مع أدهم، سلام سلام عليك يا بن عيد، سلام سلام عليكم يا دولة الإمارات، سلام عليكم يا طيار الوذبة، سلام سلام سلام، تهانينا من الأعماق لمالك أدهم حمد بن عبد الله بن عيد. والله أدهم قعود سبوق والحمد لله، والله وفق على هذا المركاض وهذا الرمز، قعود ما داق الهزيمة وماضي كلها طيب، بارك فيه، ما في السيارة وسابق وحصل على أفضل توقيت في ميدان الوذبة، واليوم أول مشاركة له في الرموز وحصل على رمز. كيف رأيتم مستوى التحديات في مهرجان الوالد؟ والله المهرجان الوالد التحديات فيه قوية والناس كلها مستعدة وجاهزين، واللي الله يوفقه ويكتب له النصيب يشبك. سيناريو الشوط كان صعب. والله سيناريو الشوط كان صعب وكان ير من البداية، تعرف أدهم طلع بعد 800 متر الأولى، استلم المقدمة وصار ضغط عليه من البداية واستنزفوا، حاولوا يستنزفون طاقته المشاركين اللي معاه، لكن بارك فيه عنده احتياطي قوي. سلالة أدهم، سلالة أدهم ينحدر سلالة أدهم من سلالة الفاتن المملوك لمحمية الفقع المملوك لهجن الرياسة وممهجنه.